وبداية نشر البنك الدولي مقالا عبر موقعه الإلكتروني تحت عنوان الجزائر مسيرة طموحة نحو التنمية، مسلطا الضوء على التقدم الذي حققته الجزائر هذا العام في مسار التنمية المستدامة، والذي يعود بشكل كبير إلى تحديث الأنظمة الإحصائية. وحسب المقال، فقد حققت الجزائر نقلة نوعية بانضمامها إلى صفوف الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. الإنجاز أشار إليها التقرير الدولي الأخير الصادر في الأول من جوليو 2024.